السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو ده حضراتكم برد على الفيديو السابق لأستاذنا يوسف حسين صاحب قناة جو شو، وفي ذلك الفيديو السابق طلع علينا أستاذ يوسف حسين بخرافة من العيار الثقيل، حيث قال إن المواطن الأوروبي يا جماعة مرفه وبيصرف 250 ألف دولار في رحلة ترفيهية، واستند على ذلك برجال الأعمال الأوروبيين الأثرياء المليارديرات اللي هم ماتوا في الغواصة الأمريكية اللي هي كانت رايحة تزور السفينة تايتانيك، أقصد حطام السفينة تايتانيك في قاع المحيط الأطلنطي، ولكن الشركة الأمريكية فشلت في أن تصنع غواصة بمواصفات الأمان المطلوبة، ونتيجة لذلك انفجرت الغواصة ومات الذين كانوا فيها، وكانوا دافعين كل واحد فيهم دفع 250 ألف دولار في تلك الرحلة. شوفوا يا أخوانا، إحنا ما نقدرش نستند على تصرفات المليارديرات في بلد معينة أو أثرياء بلد معينة عشان نقول إن المواطن العادي في ذلك البلد عايش بهذا المستوى. الكلام ده يا أخوانا ما ينفعش. فأنت بتتكلم عن ناس مليارديرات عشان كده، وناس أثرياء من أثرياء أوروبا، فقدر الواحد منهم يدفع 250 ألف دولار في رحلة الغواصة الفاشلة المميتة. لكن هل المواطن الأوروبي العادي يقدر يدفع 250 ألف دولار في رحلة غواصة؟ لا، ده أنا مش هروح للمستوى ده. أنا هقول يا أخوانا، هل المواطن، كم مواطن أوروبي أصلا عنده 250 ألف دولار في حسابه البنكي؟ يا أخوانا هتبقى نادرة اللي عنده، أو قلة قليلة من الأوروبيين اللي عنده 250 ألف دولار أو بيملك 250 ألف دولار، فقلة قليلة من الأوروبيين. ناهيك عن اللي منهم يقدر يدفع ال 250 ألف دولار في رحلة غواصة. ما حدش طبعا عنده 250 ألف دولار في البنك هيدفع شاء عمره في رحلة غواصة، فغالبا اللي هيعمل رحلة زي دي هيكون واحد ملياردير يا أخوانا. فما تقدروش تحكموا على تصرفات المليارديرات في بلد وتعمموها وتقولوا ايه ان ده مستوى المواطن العادي في ذلك البلد، او ده مستوى المواطن العادي في اوروبا. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك وعيد سعيد، وان شاء الله السنة الجاية كلنا نكون في عرفات، اللهم امين. السلام عليكم.